اخوان ديالي، اي فيديو غادي ننزلو ان شاء الله في ايام القديمه غادي يرافقنا واحد الضربه، واحد شعار عزيز وغالي على كل مغربي ومغربيه، كبير وصغير كل شيء كيبغيه، ديال دوله فلسطين الشقيقه. كنتمنوا لهم النصر، يقويهم على الاعداء ديال اسرائيل ويتغلبوا عليهم ان شاء الله. نبداو الفيديو ديالنا الاخوان، فرجه ممتعه، وما تنساوش واحد الاشتراك، لي لايك، لي كومونتير، وتفعيل الجرس. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، فلوج جديد، بلاصه جديده، مكان كنا مشينا ليه من قبل ان شاء الله غادي نعاودو نمشيو ليها، وتعرفوا عليها الناس الجداد اللي دخلوا معنا في القناه وبغاو يكتشفوا ازور رابا. بالنسبه لازور رابا جات في اوتيل اونومو، اوتيل تيرمينيس، بلاصه عندها واحد الاطلاله واعره الاخوان. ولكن قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الفلوج هذا. لا فامي ديالي انا يلاه غادي بغيت نشارك معكم الطريق باش تعرفوا هاد البلاصه. الا كنتو ما عمركم جيتو لاوتيل اونومو تيرمينيس رابا غتعرفوا عليها اليوم الاخوان الاخوات. فين انا بالضبط؟ انا في شارع محمد الخامس اللي كيعرفها الصغير والكبير، شارع ديال البرلمان المغربي الاخوان والاخوات. بالنسبه للاوتيل جا اونفاس مع الرباط المدينه كار ارابافيل. حتى الاخوان الا كنتو في ستلاو ولا في تماره بغيتو تجيو في التران ولا بغيتو تجيو في التران، ما عليكم الا تنزلوا في ارابافيل وعلى قبالتكم غتلقاو اوتيل تيرمينيس اونومو، غتدخلوا ليه غتقهواو غدوزوا واحد الوقيته زويونه الاخوان والاخوات. ولكن الحاجه اللي واعره فيها هي واحد الطراس يعني واعر، واخا يعني مني تجلس يعني كتشوف الرباط كامله وكتشوف واحد الفي يعني واعر واعر الاخوان. ما نحرقش لكم المراحل، هادشي كامل غتشوفوه معايا. كيف كتشوفوا معايا لاكار ارابافيل اون فاس لي اوتيل اونومو هو هذا الاخوان. غادي ندخلوا ان شاء الله وتكتشفوا معايا البلاصه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفلوق، فرجه ممتعه للاصدقاء ديالي. العائله ديالي معظم الناس اللي كيجيو لاوتيل اونومو باش يجلسوا ويشوفوا هذا المنظر الخيالي ديال الرباط. بالنسبه للاخوان كنصحكم الا بغيتوا تجيو هذه البلاصه هذه حاولوا تجيو شويه بكري باش تختاروا البلاصه اللي قريبه للتراس باش تشوفوا هذا المنظر هذا وتعيشوا غروب ديال الشمس ودوز واحد الوقيته زوينه. غادي نشارك معكم حتى الاجواء الليل كيفاش تكون في اوتيل اونومو الاخوان والاخوات، وبلاصه واعره ما نكذبش عليكم عجبتني. انا وخوتي يلاه جالس غادي نشارك معكم اشنو خديت وتشوفوا معايا الكريسه الاصدقاء.